الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك سيمبا. إليكم التفاصيل كاملة، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. سجل أحمد نبيل كوكا نجم النادي الأهلي الهدف الأول في شباك سيمبا التنزاني، وذلك في الدقيقة الخامسة من بداية الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.